بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع برنامج الريفت هنتعلم في موضوعنا عن ازاي نقدر نعمل سيلكت. طيب عشان نقدر نعمل سيلكت هنتعلم مثلا ان انا لو ضغطت كده بيك او كليك على الوول ديت هيختار الوول عادي خالص. طيب عايز اختار الوول دي كمان فاضغط عليها كليك، هلاقي ان هو ما بيختارش اتنين مع بعض، بيختار حاجة واحدة بس. فلو اختار دي هيسيب ديت، لو اختار دي هيسيب ديت. فلذلك عشان اختارهم مع بعض اضغط على مفتاح الكنترول في الكيبورد واضغط مع ديت حركة. هتلاقوا لما اضغط على مفتاح الكنترول هتلاقوا في علامة زائد مع الماوس، اروح ضاغط كده على كليك هلاقي ان هو اختار الحطين واختار الحائط التالت، يبقى هو كده اختار التلاتة. ممكن اختار الرابع معاه مفيش مشاكل، كده اختار الاربعة. طيب لو في واحد منهم انا مش عايزه اضغط شيفت واختار الحيطة اللي انا مش عايزها، هلاقي ان هو اداني علامة السبتراكت طرح، واختار الحائط اللي انا مش عايزه اضغط عليه كليك، ادي هو كده شال التلاتة، اختار التلاتة وطرح ده منهم. طيب انا دلوقتي عايز اعمل حاجة تانية. لو عايز اعمل سيلكت للحائط ده كده من اليمين للشمال بمسك بعمل كليك في الفراغ دوت وبسحب الماوس دراج، اول ما بلمس الحائط ده بالريكتانجلر داش ده هتلاقوا ان الحائط بدأ يعمل هايلايت معايا، بدأ يتعلم يعني هيعمل له سيلكت. لو اخترت اي جزء فيه كده وسبت الماوس هيختار الحائط. طيب لو انا اخترته من الشمال لليمين وعملت سحبت الماوس ده كده هتلاقوا حضراتكم ان اولا البوكس ما بقاش داش، وان هو معلمش على الخط حتى لغاية دلوقتي، انا معلم على اغلب الحائط ولغاية دلوقتي ما علمش عليه. اول ما يعدي هيبدأ يعلم على الوول اللي موجودة قدامي ديت، كده عمل لها سيلكت. يبقى من اليمين للشمال لو لمست الخط او لمست الحائط هيختار الشكل، ومن الشمال لليمين لازم اختار الشكل بالكامل علشان يختاروا معي. اما كده اتعلمنا امر كنترول بيعمل ايه وشيفت و ازاي اختاره من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. نتعلم حاجه كمان، ان انا لو اخترت الحائط ده وعملت مثلا كليك يمين واخترت سيلكت سيميلر او سيلكت اول انستانس وفيزيبل ان فيو، اخترت كل الحوائط المتاحه ليا في الفيو اللي قدامي كليك عليه هيختار جميع الحوائط اللي من نفس النوع. تمام. لو جبنا شكل تاني كده بدأنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله. لو مثلا عملت زوم واخترت الويندو دي وكليك يمين وقلت له سيلكت اول ان فيو هختار كل الشبابيك اللي نفس الشكل وبنفس الجزء اللي موجود هنا. ده كده كليك سيلكت سيمينار. وفي كمان سيلكت ان انا لو اخترت الشكل ده وقلت له كليك يمين هلاقي ان انا عندي سيلكت بريفيوس موجودة، بس طبعا هنا مش منشطة دلوقتي. وعندي تاني حاجة هنلاقي هنا فوق في كلمة select هنلاقي ان انا اقدر اعمل select لللينكات والunderlay، الكلام ده هنعرفه بعدين ان شاء الله، وللelement فالكلام ده لسه ان شاء الله هنعرفه. في عندي جزء تاني لو انا مثلا اخترت كل حاجة موجودة في البلان دوت وعايز اعمل select لحاجة مثلا معينة موجودة، هضغط على الفلتر دي كده كليك هلاقي ان انا ممكن ان هو معلم على كل الحاجات دي. لو قلت له check none وبدأت اقول له لا اختار لي مثلا الدور بس او اختار لي الفلور بس او اختار لي اي حاجة من الحاجات اللي انا محتاجها وليكن مثلا الجريد، واقول له apply هلاقي ان هو اختار الجريد بس. لو شلت الجريد وقلت له مثلا خليها الفلور قلت له اوكي هلاقي ان هو اختار الفلور بس، اقول له تاني فلتر. طبعا لازم اكون مختار كل ده عشان فلتر يبقى نشط معايا، اقول له check none وابدا اقول له انا عايز الدور بس واقول له ابلاي هلاقي ان هو اختار الدور بس في اللي موجوده اهي، وهكذا. احنا بكده نكون هنا الجزء بتاع السيلكت. ممكن نبين مثلا هنا حاجه كمان، لو انا وقفت هنا كده وقلت له تاب، شايفين حضراتكم التاب بيتغير بغير الشكل اللي انا واقف عليه. تعالوا كمان نجيب مثلا في شكل تاني ونشوف تاب بيعمل معانا ايه. نقف مثلا هنا كده ونضغط على مفتاح التاب، شايفين التاب بيغير الجزء اللي انا عايز اعمل له السيلكت زي ما انا عايز، مره اختار الجريد مره اختار الوول مره اختار الفلور حسب الجزء اللي انا
محتاج له. بكده نكون هنا موضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.